أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة. قولي لي مبروك. الله يبارك فيك. أنا بتكلم بجد، قولي لي مبروك يا حبيبتي. ما أنا عارفة، ألف مبروك. طب يلا اركبي. أركب فين يا مجنونة أنت؟ عايزة أعزمك على الغدا وأقعد أتكلم معاكي شوية. يا حبيبتي أنا النهاردة مشغولة، لازم أروح المستشفى وبعدين أعدي على المحل أشوفهم بيعملوا إيه، وبعدين أروح السوق أشتري شوية خامات، يعني النهاردة مش هينفع، خلينا بكرة. بكرة إيه؟ يا رحمة أنا متلخبطة وما عنديش حد أتكلم معاه بليز عشان خاطري. طيب يا دلوعتي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا بابا. حقيقي يا سامي انا ما فرحتش يوم باكي زي ما انا فرحانه النهارده. ليه يا هانا؟ هما اللي لازم يفرحوا، بس انا بقى بصراحه كل اللي هاممني وقلقني شويه هنتقدم لهم بايه، وخصوصا ان اليومين دول يعني ظروفنا مش ولا بد. ما تقلقش من الموضوع ده خالص يا بابا، انا جايبه لك معايا 100,000 جنيه عشان ندخل عليهم بقى بحبه هدايا ونعمل حبه مناظر. صحيح احنا هنروح ازاي؟ انت مش بتقولي قال خلوا سمير يجيلي؟ معلش سامي بيه اتفضل. طب ودي تفرق في ايه يا خيريه؟ الا تفرق يا سامي، خلي بالك ده راجل بلدي وكل كلمه عنده بحساب. يا ستي نروح كلنا وخلاص بقى؟ لا طبعا ما نروحش، لا يفكروا ان احنا مدلوقين عليهم ولا حاجه. يا بنتي ما هو كده ولا كده، برضو هنروح في الاخر. بصوا انا هقول لكم، سمير يروح في الاول، ولما يقول له سامي بيه ما جاش ليه نقوم كلنا رايحين مع بعض. حكم الحاج ابراهيم ده راجل مش سهل ابدا. انا مبسوطه قوي عشانك، اللي انت عايزاه اهو حصل والحمد لله. بس عارفه على قد ما انا بحب سمير على قد ما انا قلقانه من اهله، اصلهم مش شبهنا خالص. والله انت حيرتيني، هو ده مش اختيارك، اتحملي بقى النتيجه. بس عارفه يا رحمه كان نفسي بابا يبقى راضي عنه بجد. ساكتة ليه يا رحمة؟ بسمعك، كلامك مش عاجبني، قاعدة بتفكري في حاجات مش وقتها دلوقتي. انت ليه بتسبقي الأحداث؟ سيبي الأيام هي اللي تعمل كل حاجة، وأبوكي لما هيشوفك سعيدة أكيد هيحبه وهيرضى عليه. ما تشغليش بقى بالك بالحاجات دي دلوقتي. والله عندك حق. خلي قلبك يفرح وسيبيها على الله. عطا ما جاش يعني؟ على وصول يا حاج. وصبري بلغته وهيكون موجود. وثابت وماجد جم ولا لا؟ ثابت عند المدير المالي، او تحديدا يعني يا حاج مع سكرتيره المدير المالي. بيعمل ايه مع السكرتيره؟ الحقيقه ما تزعلش مني يا حاج، ثابت من صباحيه ربنا مع السكرتيره وهي يعني بنت يعني كده. ما تتكلم دغري يا سليم، في ايه؟ هي بنت من البنات بتوع اليومين دول يا حاج اللي طريقتهم ما تعجبكش دي، حتى لما جت تشتغل كسكرتيره للمدير المالي كنا مستغربينها شوية، إنما حضرتك قلت هو حر يعين سكرتيرته بطريقته. إيه ما عندهاش مؤهلات ولا إيه؟ بالعكس يا حاج، دي خريجة الجامعة الأمريكية وبتتكلم لغات زي اللبلب. أنا ما بحبش آخد الناس بالمظاهر، ما دام شايفة شغلها يبقى خلاص. المهم ثابت عندها بيعمل إيه؟ ما أعرفش يا حاج، علم علمك. مش يمكن يكون بيستفهم منها عن حاجة في الشغل؟ جايز. وماجد؟ ما جاش يا حاج. انا لازم اروح للواد ده واشوفه بيعمل ايه. يا بنت انا بقالي مرتين باخد الدواء، ولما باخد الانسولين كاني ما خدتوش، لما السكر هرب بدني. وانا اعمل لك ايه يعني يا حاج؟ انت جبت لي روشته وانا صرفتها لك، اعمل لك ايه تاني؟ شوف يا بنت، اللي يكون الدواء مش هو. لا هو اللي كتبه لك الدكتور. اعمل ايه بس، انا جاتني غيبوبه سكر وهي طعم طولي. بقول لك ايه، عندك اي مشكله ارجع للدكتور، انا ماليش دعوه. لو سمحت يا حاج ممكن تستناني هنا شوية؟ حاضر يا بنتي. أنا هحللك مشكلتك إن شاء الله. حاضر. ممكن أفهم أنت ليه بتتعاملي مع المرضى بالطريقة دي؟ يا فندم هو جاب لي روشيتا وأنا صرفتها له، أعمل له إيه تاني؟ ما تعمليش حاجة، مش قادرة تعملي حاجة، على الأقل اتكلمي معاه بطريقة فيها إنسانية شوية. ما أنا كلمته كويس. لا كلمتيه كويس إزاي؟ ناس تعبانة. خش خش جوه. خش جوه، حط الحاجة دي عندك. نور
اللي معاديك هنا؟ ابدا، اصلي خلصت شغل بدري فقلت اجي اقعد مع نفسي شويه. طب ممكن اقعد معاكي ولا ضايقك؟ ده شيء يشرفني طبعا، اتفضل. تصدقي ان انا من ساعه ما قابلتك وقلت ان احنا طريقنا واحد. طب وهو طريقنا الواحد ده بقى هيودينا لحد فين؟ لا لا انت تاخديني في الكلام ولا ايه؟ احنا الاول نتغدى وبعد كده نتكلم، ولا انت مش جعانه ولا ايه؟ لا انا جعانه قوي. خلاص يبقى حلو قوي، حتى يبقى بينا عيش وملح. ماشي. لو سمحت. السلام عليكم. ايه ده؟ مش ده اللون اللي اتفقنا عليه؟ ده لون موضه وحلو يا مدام. لون موضه وحلو؟ انت هتعمل محل على مزاجك ولا على مزاجي انا؟ لا مزاج حضرتك طبعا. طيب يبقى تعمل اللي اتفقنا عليه. حاضر يا مدام. وبعدين بالطريقه دي انا مش هخلص ولا بعد شهرين، انا عايز افتح المحل واخلص. ان شاء الله يخلص. كملوا الوش ده بطانه وهنغير اللون يا جماعه. اهلا يا حاج. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. ايه مالك زعلانه كده ليه؟ في حد مزعلك؟ لسه ما خلصوش الشغل وبيعملوا الوان على مزاجهم وخلاص انا زهقت، انا كده مش هلحق افتح بعد شهر. معلش هتتعدل، انا جبت لك لوسطه اللي هيعمل الباترينات. طيب بابا انا قررت اجيب المهندسه هي اللي تباشرهم وتعرف تتصرف معاهم وتبقى تقعد معاها تشوف هتعمل ايه في موضوع. طب انت رايحه فين دلوقتي؟ انا رايحه المستشفى. مش انت لسه مخلصه شغل في المستشفى؟ ما هو انا جاي لي المندوب بتاع الاجهزه عشان هشتري جهاز كلى جديد. انت عايز مني حاجه؟ ربنا يسلم لك طريقك يا بنتي. ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهو جيب بيك كسبان اهو، استعدوا بقى للريفنج. بسم الله ما شاء الله، بيت عز وانبساط طبعا. مدام بتسهر بالشكل ده هتيجي الشغل ازاي؟ شكلكم كده لسه بتبتدوا الليله. اتفضل يا بابا اتفضل. ايه ده، هو انتوا بتلعبوا كوتشينه؟ كنا بنتسلى يا انكل. اتسلى يا حبيب انكل. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا روحي، شطبتوا بدري ولا ايه؟ سلمي على بابا يا فاكر. بابا؟ بابا مين؟ بابا ابويا. ابويا ايه اهو. كان لازم افهم ليه البيت ده ما فيهوش خير من زمان. طبعا البيه صاحب البيت بيصرف كل فلوسه على المزاج والقمار، مش كده يا ماجد بيه؟ يا ابني يا اللي منصول بي، اسمع من النهارده مش عاوز اشوف وشك. يعني لو قابلتني في سكه تغيرها، ولو لمحتني في مكان ما تدخلوش. يوم ما يقولوا لك ابوك مات ساعتها بس تقدر تيجي تاخد حقك الشرعي في المراس. الفلوس اللي انا عملتها لك بالحلال عشان تعمل بيها الحرام اللي يعجبك. الكلب
راسخ. عشان خاطر اهدى يا حاج شويه. قلت لك هقطعه يا فردوس وما يدخلش البيت ده تاني لأمارتي الغشاش. معلش يا حاج، ده الشباب بيقلدوا ناس الافرنج. افرنج ايه يا فردوس؟ الافرنج دول ما هم بيشتغلوا برضه. بقول لك قمار قمار يعني خراب بيوم. اعوذ بالله. طب معلش يا حاج، ما هو لو كان عنده حدة عيل كان خاف عليه من الحرام برضه، او كان طلعه زيه. احنا سبب، دي غلطتنا احنا، احنا سيبنا له السايب في السايب مع بنت خيريه. عشان خاطري يا حاج اهدى شويه، انا هتصرف، مالكش دعوه انت باي حاجه. انا حضرت لك شويه تصميمات هتعجبك قوي، ولو عجبك حاجه منهم اختاريها وانا هتبقى سهل عليا في التنفيذ. اوكي، ايه رايك في ده؟ حلو بس الوان غامقه. تمام. طيب ايه رايك؟ ده بسيط قوي يا نعم. حلو. طيب وبالنسبه للالوان؟ والله الالوان حلوه، بس عارفه لو شلتي البني ده وحطيتي بداله ابيض او اوف وايت هيدي المكان اتساع اكتر. تمام. طيب والريونات القديمة دي نخليها ولا نشيلها خالص؟ يعني لو قدرتي تستغليها وتدهنيها يبقى أحسن، هتبقي وفرتي لي كتير. طيب أنا محتاجة أسبوعين عشان أقدر أنفذ التصميم ده. يعني مش هستعجلك طبعا عشان ده شغلك، بس ياريت تضغطي الوقت قد ما تقدري لأني فعلا عايزة أفتتح المحل بدري قوي. طيب خلاص أوكي، أنا هحاول ده. صبري صبري. إيه يا اعتماد؟ عايزة إيه مني؟ عايزة قست الشاليه بتاع الساحل. يومين تلاتة اجيبهولك، اظن يعني ما فيهاش حاجة. يومين تأخير. يومين؟ ليه يا راجل؟ انت ليه تطنش ولا ايه؟ اطنش؟ يا شيخة قرفتيني في عشتي، راعي ضميرك معايا. انت ايه؟ بتفتري عليا في كل حاجة؟ انا بفتري عليك يا صبري؟ ايوه يا ستي بتفتري عليا، وزهقتيني في عشتي وما بتراعيش ضميرك معايا. يا وصلت للدرجة دي؟ يا اخي حرام عليك، ده انت سودت عليا عشتي. انا خلاص مش طايقك يا صبري، مش طايقك. انا اللي ما عدتش طايقك. انت ما عندكيش حاجه غير عايزه عايزه عايزه، خلاص ما عدتش قادر استحمل. الو. ايوه ثابت، انا علي. انا عايزه اشوفك دلوقتي باي شكل وفي اي مكان. لو فضلت تقفل معايا كده انا ممكن اعمل حاجه وحشه تندم عليها طول عمرك، فهمني ولا لا؟ انت بتكلمي مين؟ انا ما كنتش بتكلم اساسا يعني. وبعدين بقى علاء، هي ناقصاك من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال هنا يا راجل، انت سايبني ورايح فين؟ طبعا ما انا كلامي مش عاجبك. بقول لك ايه، انت هتدفع فلوس الشاليه يعني هتدفع فلوس الشاليه. انت كنسلت، انت عارف لما انت كنسلت، قلت بس على شباك ولمحتك يا ولا بعدها ويا غني يا ولا ومن الشباك ولمحتك يا ولا بعدها ويا. هو انت خارج ولا ايه يا سابت؟ شغلني يا ولا، يعني رايح مشوار سريع كده وجاي على طول. رايح مركز علياء للصيانه يا قلبي انت؟ مش عارف بس جايز اعدي عليهم. عند الباشمهندس ابو صوت ناعم. باشمهندس ايه وناعم ايه؟ اصل اللي كلمتني يا قلبي واحده ست ومرفعه يا عيني، صوتها صغنن قوي كانها عيله صغننه في ثانوي. واول لما حضرتك خدت التليفون مني قلت لها ايوه يا باشمهندس. ده انت يا سلوى. لا ما كانت ادت التليفون للباشمهندس. يا راجل يا ست زهقتيني بقى، كفايه اسئله. طب سؤال اخير. اتفضلي.
هو مركز علياء للصيانة ده بقى مكانه فين؟ الله، هنفتح تحقيق بقى ولا ايه؟ ولا تحقيق ولا حاجة، انا بسأل سؤال. بس 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 خلاص خلاص، استنى شوف مين. ايوه مين؟ اهلا اهلا اهلا، مش معقولة، ايه المكالمة الجميلة دي؟ انا قلت اقولك لو فاضي تيجي نرقص سوا. لا طبعا. لا عارف المكان؟ طيب اوكي، انا هستناك في العربية وندخل سوا. ماشي، هغير هدومي وانزل على طول، مش هتأخر. باي. طب لو قلت لك يا قلبي خليك معايا النهارده؟ وليه يعني؟ اشمعنى النهارده؟ معرفش يا ثابت، عشان خاطري خليك معايا النهارده. قلبي عمال يدق كده وحاسه مش عارفه في ايه، عشان خاطري خليك معايا. ما انت زي الفل اهو. وبعدين يا ستي لو عايزاني اطلبيني وانا 10 دقايق ابقى عندك. يا حبيبي ما جتش على يوم، ما انت كل يوم بره. خليك معايا النهارده بقى يا ثابت. لا لا لا، اصل النهارده بالذات ما ينفعش، اصل انا عندي شغلانه جامده قوي. شغلانه جامده قوي ازاي يعني؟ قصدي يعني فيها مكسب جامد قوي وانا مش هعتقها. وبعدين بقى يلا بقى سيبيني لحسن انا اتاخرت. يلا باي باي. انت كده يا بنتي المكان ده هو اللي انت عايزاه؟ ايوه هو. افضل معاكي؟ ربنا يخليك يا اسطى. براحتك. ايه يا مزة؟ ايه الحيوة دي بس؟ تعملي هنا بس؟
مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. مساء الخير علياء. علياء علياء بابا، هي عليا ما جاتش ولا ايه؟ ما جاتش منين؟ هي خرجت؟ خرجت من ساعة ما كنتوا انتوا بتتخانقوا، المفروض تكون رجعت من بدري. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة داخلة على واحدة. يا لهوي. واحدة؟ ايه؟ تليفونها مقفول. إيه؟ مقفول؟ بنتي، بنتي عليا فين؟ بنتي فين؟ اهدي يا ماما، بس نسأل عليها. اهدي. من فضلك من فضلك اسكتي. شوف لي يا ابني نمرة اي حد من اصحابها نسأل عليها. نمرة اي حد من اصحابها ايه؟ حرام عليك يا اخي، سودت علينا عشتنا. البنت تفشط من عمليك يا صبري. من فضلك اسكتي، نسأل عليها الاول. نسأل عليها؟ قوم يا راجل دور على بنتك، قوم. لازم يمر 24 ساعة لاختفائها عشان نقدر نعمل المحضر. 24 ساعة؟ هو ده القانون. يعني لو اخت حضرتك او بنتك. يا استاذ انا والله مقدر الموضوع، بس احنا بنتكلم عن محضر رسمي وهو ده القانون. ايوه بس دي حاجة غلط جدا. هو فعلا غلط، بس متهيألي ده مش وقت مناقشة الغلط والصح. طب احنا نعمل ايه وبنتنا في الشارع ما نعرفش عنها اي حاجة؟ نحاول نوصل للمعلومات اللي ناقصانا. لازم نعرف البنت كانت رايحة لمين. ما هو مش معقول يعني هندور في القاهرة كلها. انت عارف القاهرة كلها قد ايه؟ صعب جدا، ويبقى كده بنضيع الوقت على الفاضي. ايوه بس ده روح انسانه في خطر. احنا ضيقنا دايره البحث ودلوقتي ممكن نوصل لها اسرع. من فضلك من فضلك حضره الضابط تكثفوا البحث، لازم نوصل لها باقصى سرعه. ان شاء الله ربنا يسهل. صباح الفل يا ست الكل. صباح النور يا عباس بيه. صباح الخير يا باشمهندس. ده ايه الشغل الجميل ده كله؟ في الحقيقه بنغير نشاط المحل. ويا ترى النشاط هيبقى ايه؟ بصي يا فندم، انا كنت عايزه اوري لحضرتك التصميم ده واخد راي حضرتك فيه. طب قولي لي كويس، بس المنطقه دي هنعمل ايه؟ دي عباره عن ارفف. بصي حضرتك كده ارفع لو سمحت. الارفف دي هتعلق فوق ويتحط عليها الملابس. كويس قوي، بس انا شايفه ان العواميد هنا كتير وده هيقلل المحل شويه، ممكن نقللهم؟ احنا لسه في البدايه يا فندم وممكن نصلحها بعد كده. لا لا، مكانهم كده حلو قوي. وبعدين بقى اكيد حضرتك مشغول، اتفضل شوف مصالحك. انا مش فاضيه. انا قلت اساعدك. انا متشكره قوي، مش عايزه مساعده. اتفضل. هو خرج الساعه 8 بالظبط، جاله تليفون وبعدين نزل على طول. لا معرفش بصراحه تليفون من مين. ما تحاولي تفتكري يا سلوى. ايوه افتكرت يا طنط، التليفون ده جاله من مركز الصيانه، وانا رديت على البنت بتاعه المركز وطلبت مني ان هي تكلم ثابت. طب المركز ده اتصل قبل كده؟ لا دي اول مره. طب انت عارفه اسم المركز ده؟ ايوه اسمه العلياء للصيانه. حتى انا لما بلغت ثابت هو استغرب قوي، بس بعدها عارف على طول. متاكده يا سلوى؟ هو في ايه يا طنط؟ انا ابتديت اقلق قوي. لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه. طب بص يا سلوى، اول ما يجي خليه يكلم ضروري، ولو كلمك من بره برضو خليه يكلمني ضروري. مش عارفة ليه قافل الموبايل بتاعه من الصبح، عايزة أكلمه ضروري. طب يا حبيبتي متشكرة قوي، مع ألف سلامة. يا رب استرها يا رب، ونجيك يا ثابت يا ابني يا رب. اصرف عنه الشر والأذى قادر يا كريم، استرها يا رب يا رب. البنت بره البيت من امبارح، تاني بنتي زي القطة المغمضة معقولة تبات في الشارع؟ تاني مش عارفة عنها حاجة، كلت ولا ما كلتش؟ يا ترى يا رب ايه اللي حصل لها؟ استر يا رب على بنتي، رجعي بنتي بالسلامه يا رب والنبي يا رب. صل على النبي صل على النبي يا حبيبتي، ان شاء الله خير. صل على النبي يا رب يا رب. في ايه يا ماما؟ تعالى تعالى. جايبه لي ايه على مالي وشي؟ تعالى اقعد. عليا عليا بنت عمك صبري. مالها؟ خرجت من بيتها امبارح وما رجعتش لحد دلوقتي. طب وانا مالي بالكلام ده كله؟ محدش عارف هي راحت فين. يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ انا قلش عرفني بقى. بس مراتك بقى بتقول ان في مكالمه تليفونيه جات لك امبارح من مركز صيانه اسمه العلياء. هو في مركز صيانه اسمه العلياء يا ثابت؟ في يا ماما؟ بتفكري في ايه بالظبط؟ في البنت الغلبانه دي. عليها ربنا يستر عليها.
لو الواحد بس يلاقي طريقه تساعدهم في الوصول ليها. والله وقلت الكلام ده لنفسك؟ في ايه يا ماما بالظبط؟ دي بنت الاستاذ صبري اللي طول عمره بيشتغل مع بابا وبيخدمه بعينيه. يا سلام. هو ايه اللي يا سلام؟ هو ليه حضرتك مش مصدقه ان انا مهتم بموضوع البنت دي؟ ازاي؟ ده انا مصدقه قوي. امال مال حضرتك بصالي كده ليه من ساعه ما دخلت؟ علشان اللي على راسه بطحه. ده الموضوع فيه ايه بقى يا ماما؟ فهميني ايه الموضوع بالظبط. بقول لك ايه، انا فهمك وعجنك وخبزك قوي، انا امك والمصيبه باينه في عينيك. مصيبه ايه يا ماما؟ تقول لي احسن لك، البنت دي راحت فين وحصل لها ايه؟ وانا ايش عرفني؟ يبقى مش هينفع معاك الكلام بالحزن، يبقى بقى منك لابوك هو يتصرف معاك. يا ماما استني بس افهمك. يا ماما صدقيني بقى، سابق كان بيتكلم مع واحده ست. يا ربي، وانا ليه كل ما اقول الكلام ده ما حدش بيصدقني؟ كأني سابت ده راجل طهر وما فيش زيه وما بيغلطش ابدا. ما هو كل كلامك فيه ستات ستات، يعني معنى كده ان سابت ده ما فيش انيل منه. هو كده بالظبط، ما فيش انيل منه وزفت كمان. يا رب انا مش عارفه انا اعمل ايه بالظبط. يا رب كل ما اجي اقول لك يا ماما انت مشغوله بجوزك وجوزك ليه مصالح معاهم، فما حدش بيقدر يفتح بقه ابدا. ما تقولي لابوه، ايه اللي مصبرك على ده كله؟ ولادي يا ماما، ما انت عارفه انا بحبه قد ايه كمان. خلاص استحملي بقى. استحمل وبعدين اروح في 60 داهيه انا بقى. بعد الشر عليك يا حبيبتي. الشر معايا في البيت يا ماما، طول ما سبب بيلف بره. خلاص هتشيله عيل تالت وهو يقعد جنبك في البيت. ما ينفعش يا ماما، والعيال دي ذنبها ايه؟ وبعدين يا ماما ده شايفني على طول ضعيف وبضطر اصدقه في اي كلمه بيقولها حتى لو عارفه ان هي كده. حيرتيني معاكي، مش عارفه اعمل لك ايه. مصيبه سودا وحطت فوق دماغك يا ابراهيم يا طيب. يا نهار اسود. علياء علياء يا بابا. دي بنت صغيره لسه خارجه من ثانوي ما لهاش سنه. انت ايه؟ شيطان. يا بابا اهدى ارجوك واسمعني. اعمل معاك ايه يا صبري؟ اعمل معاك ايه يا صبري؟ اعمل لي خدام العمر كله انا وعيالي، ننهش بعرضه يا كلب. يا بابا اهدى بس واسمعني. اسمعني معاك. سمعني. انا ما فيش بيني وبين البنت دي اي حاجه. كذاب كذاب وستين كذاب كمان. تقدر تقول انت كنت فين امبارح؟ انت جات لك مكالمه تليفونيه ونزلت على طول على مركز الصيانه اسمه العلياء. مراتك قالت لي على كل حاجه. ايه مركز علياء ده؟ يا بابا افهمني، هي كلمتني وطلبت مني اني اقابلها. وبمرت ايه تطلب منك طلب زي ده؟ هي بقى لها فتره بتتقرب مني وانا مطنشها، وبعدين زي ما حضرتك قلت دي بنت الاستاذ صبري. هو انا مجنون؟ ايوه مجنون يا واد. انا عجنك وخبزك كويس قوي. فاكر لما كنت في الثانوي وكانت المدرسه اللي بتجيلك اكبر منك مرتين كنت بتعكسها، طفشت منك جاتك 60 خيبه عليك وعلى شكلك. يا ماما والله العظيم ما حصل، هي طلبت مني اني اقابلها بس انا ما رحتلهاش. ودلوقتي البنات هم اللي بقوا بيطلبوا المقابله؟ خلاص يا حاج، بيقولك ما رحلهاش. وبره عفاني مصيبه. كنت في ديسكوتيك. ايه؟ مكان يعني للشباب بيرقصوا فيه. طبعا. هو انت بقيت فاضي غير الرقص والمسخره؟ ومين بقى اللي كانوا معاك في المخروب ده؟ كنت مع ناس ما تعرفهمش. يعني البنت ما كانتش معاك؟ اقسم بالله وحياة ولادي، انا ما شفتها ليلتها من قصره. امال هي طلبت تقابلك فين؟ في حته كده قريبه من كورنيش المعادي. مش معنى الحته دي يعني؟ انا قابلتها هناك مره صدفه، ولما طلبت تقابلني قالت لي قابلني ضروري في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه المره اللي فاتت. ولو ظهر ان كلامك مش مظبوط يا ثابت، ابقى اعمل اللي يعجبك. طيب قول لي مين اللي كانوا معاك؟ يعني هي اتصلت بثابت عشان تروح تقابله في المكان ده، لكن هو ما راحش. والله هو ده اللي قاله لي وانا مصدقه، بس برضو قلت اجيلك عشان تشور عليا، انت مش غريب. طب عموما انا هشوف ايه الموضوع وربنا يستر، بس لازم تبعت لي ثابت اتكلم معاه. انت فاهم طبعا مصيبتي ايه؟ ده ابني وده صاحب عمري واقرب واحد من رجالتي ليا، والبنت دي زي بنتي بالظبط. ربنا يستر يا حاج، وانا هقدر اعرف اذا كان متورط في حاجه ولا ملوش علاقه من اصله. ايوه هي النمره صح. ايه؟
طب حاضر، انا هجيب بابا واجي حالا. حاضر حاضر، شكرا بابا. ايه في ايه؟ بقى عليها في المستشفى. مستشفى؟ بصر يا رب. ليه؟ بنتي في المستشفى بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ خلاص كفايه بقى، احمدوا ربنا ان البنت معانا وسليمه، ما فيهاش جروح ولا حاجات خطيره. الحمد لله. قلت لك يا اعتماد 100 مره لبس الصيغه في الظروف دي غلط. اكيد حد كان عايز يسرقها عشان شويه الحاجات اللي لابساهم. الدنيا ما عادتش امان. يا صبري يقول الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يا سليم، خلصت الاجراءات؟ كله تمام يا حاج. طيب يا صبري، انا مضطر استاذن. الف شكر يا حاج، تعبناك معانا. ما تقولش كده. اتفضل. خليك 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 وطمنوني. يلا يا سليم. اتفضل يا حاج. يا ترى يا بنتي ايه اللي جرالك يا بنتي؟ يا حبيبتي، يا رب يا رب عدي عنا على خير. يا رب يا رب. ايه يا اعتماد، بنتك موجوده والحمد لله، ومهما كانت حالتها لازم نقول الحمد لله. الحمد لله. استر يا رب، استر، قلبي مش مرتاح، استر يا رب. حضرتك ولد علياء صبري؟ ايوه يا دكتور. طب اتفضل معايا لو سمحت. في ايه يا صبري؟ أنا طمنتك بعد كشف الظهرية على علياء، والحمد لله ما كانش فيك كسور ولا جروح شديدة، لكن إحنا بعد كده عملنا عرض عام عشان نقدر نعمل تأجيل طبي شامل عنها، والحمد لله مسألة الجروح والإصابات ربنا ستر فيها قوي. لكن للأسف يا أستاذ صبري، البنت اتعرضت لوقعة اغتصاب عنيفة. أنا عارف طبعا إن دي صدمة كبيرة ليك، بس برضو دي صدمة بالنسبة للبنت، علشان كده أنا قلت أتكلم مع حضرتك واقول لك ازاي هنتصرف معاها لما تفوق. انا عايزه افهم ليه الدكتور خد ابوك لوحده، ما انا كمان امها ومن حقي اعرف ايه اللي حصل لبنتي. يا ماما تلاقي اي اوراق رسميه وعايزين بابا فيها. لا يا علي، لا، انا قلبي قايد في النار يا ناس. انا حاسه ان بنتي كرف يا حد. يا رب يا رب يا رب عدي على خير. انا قلبي عمره ما كدب عليا يا ابني. ربنا يستر يا رب، يستر يا رب. هو اتأخر أبوك كده ليه عند الدكتور؟ في إيه يا صبري؟ في إيه يا صبري؟ رد عليا، الدكتور قال لك إيه؟ يا صبري حرام عليك، رد عليا، أنا مش قادرة أستحمل. عشان كده فكرت ابيع واسافر. عشان اكون صريحه معاكي، انا امكانياتي ما تسمحش ان اشتري المكان، بس انا عايزه اجر. طب والمكان؟ والله لو اديتيني سعر كويس للمكان ممكن اخده منك، وابقى وفرت ثمن مكان جديد. بس انا اهم حاجه عايزه اعرف ايجار المكان قد ايه. والله انا ممكن اديكي المكان بنص سعره لانه اشتغل سنه كده، لكن بالنسبه للايجار شوفي هتدفعي كام، مش هنختلف يعني. اصلا ارتحت لك قوي، باين عليكي ست محترمه. ربنا يخليكي. انا كمان عندي اقتراح ليكي، لو تحبي تشتغلي معانا في المكان ممكن جدا تبقي مشرفه على البنات، وهو تفيدينا بخبرتك. والله فكره كويسه، متشكره قوي. العفو، بكره هجهز عقود الايجار ونخلص كل حاجه. الانسه نوعها وصلت يا فندم. خليها تتفضل. ايوه يا فندم. اتفضلي يا علي. انسه نهى، ما اظنش حضرتك شفتي مننا حاجه وحشه. لا ابدا، اتفضل تحت امرك.
ثابت عارفاه طبعا. اه طبعا. قال لي ان انتوا كنتوا مع بعض ليله الاربع اللي فات. تمام حصل. انا مش عاوز اعرف انتوا عملتوا ايه ولا رحتوا فين، كل اللي يهمني اعرف اذا كان كلامه معايا مظبوط ولا كذب، لان الموضوع كبير وفي نيابه وبوليس. احنا اتقابلنا بس مش عشان نعمل حاجه. ما انا قلت لك مش عاوز اعرف لا رحتوا فين ولا عملتوا ايه، انا كل اللي يهمني اتقابلتوا الساعه كام وسابك الساعه كام. احنا اتقابلنا الساعه 8 وفضلنا مع بعض لحد الساعه 1. طيب شكرا، اتفضلي انت. لو سمحتي في حاجه كمان، طبعا انت عارفه احنا بنشتغل في وسط كله موظفين وعمال، وزي ما انا شايف كده انت ست واعيه ومسؤوله عن روحك، من فضلك راعي مظهرك شويه. سوري يا حاج بس انا براعي مظهري كويس قوي. طب ما تزعليش قوي كده، انا كان ممكن اسالك ايه اللي يخرجك مع ابني، وابني ده راجل متجوز وعنده عيال وكمان صاحب المكان اللي حضرتك بتشتغلي فيه. غصب عني يا حاج، خفت اقول لا الاقي نفسي في الشارع وانا محتاجه لوظيفتي. في الشارع؟ اعوذ بالله. طيب يا ستي اتفضلي، مع السلامه. عن اذنك.